السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي في كل مكان، أهلا بيكم ورسالة جديدة من القلب للقلب على الهواء مباشرة. حلقتنا النهاردة من القلب وعن القلب، عن الطاقة اللي بتقوينا على متاعب الحياة كلها واللي بتدينا أمل واستعداد للتضحية والتنازل والعطاء المستمر، عن الحب هتدور حلقتنا النهاردة. لكن خلوني قبل ما نتكلم عن الحب وإيه هي علامات الحب وإزاي أتأكد إن الحب ده حقيقي ولا لأ، وإزاي لا أستغل باسم الحب، وإزاي يكون حب مستمر وهو ده أهم حاجة، إزاي نخلي الحب يعيش، وهل الحب بيقوي ولا بيضعف، وغيره وغيره من الأسئلة الكتير اللي هتدور عليها حلقتنا النهاردة. خلينا نقول شعرنا النهاردة من القلب للقلب اللي بيأكده ضيفتي واللي بيأكده أيضاً كل المفاجآت اللي هتشوفوها على مدار الحلقة. حلقتنا النهاردة حلقة مميزة جداً، نرجع للشعار اللي أنا شخصياً عن نفسي مقتنعة بيه وعشان كده طالع من قلبي فعلاً. شعارنا بيقول إن الحب الحقيقي هو الحب اللي بيستمر، الحب الحقيقي هو الحب اللي بيتوج بالزواج، الحب الحقيقي هو الحب اللي ما بعد الزواج بيحصل اختلافات، ده طبيعي، بيحصل خلافات ده طبيعي، لكن بيستمر، هو ده الحب الحقيقي. دي قناعتي وده شعارنا النهاردة. وعلشان نخلي الحب ده حب النظيف، الحب الطاهر، الحب اللي بيرضى عنه الله ورسوله، هتدور حلقتنا النهاردة وهنعرف معلومات كتير جداً إزاي نخلي الحب يعيش. حلقتنا النهاردة من الحلقات زي ما قلت لكم فيها مفاجآت كتير جداً مش هحرقها لكم، لكن هقدر أقول لكم إن أولهم معايا ضيفتي اللي مشرفاني ومنوراني، أستاذة نانسي توفيق، استشاري العلاقات الأسرية والتربوية، واللي النهاردة همسكها بقى مش هسيبها غير لما تدينا كل النصايح الممكنة عشان نعرف إزاي الحب يعيش. وتاني مفاجآت وأجملهم إن في يوم جميل زي النهاردة هيشرفنا وينورنا في تقرير جميل جدا جدا بيقدمه لنا زميلي أحمد عبده، هيشرفنا فضيلة الشيخ دكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء المصرية، واللي هيكلمنا عن الدورة التدريبية اللي بتعملها دار الإفتاء عن المقبلين على الزواج وإيه النصايح اللي بتتقدم لاستمرار الزيجات. تعالوا نتعرف على التفاصيل في التقرير اللي جاي.